النهارده نركز مع بعض على سامبل بوزيشن بعض حروف الجر المهمه جدا. اول حاجه لما تقول لوك ات ينظر الينا، بقول لك اي لوك ات ذا بورد، اي لوك ات ماي فريند عبد الله تو تيك سمثينج فروم هيم، بصيت على عبد الله عشان حاجه منه. لوك فور سيرش فور، يبحث عنه، بقول لك اي لوست ماي بن، انا فقدت قلم السوء، اي لوك فور ات، بحثت عنه. لوك اب، يبحث عن كلمه في قاموس او كلمه في دليل، مثلا رقم في دليل اندايركتلي، بقول لك اي لوك ذيس وورد اب، انا بحث عن هذه الكلمه. كير فور او كير اباوت، يعتني بيه، بقول لك ايه زي لوك افتر بالظبط، مام لوك ده افتر مي، مام تعتني مي، مام لوك افتر مي، مام تيك كير اوف مي، كير فور يعتني بيه. طيب لوك انتو، يفحص اكزامين، اما اجي اقول لك فلوينت ان طارق اللسان فيه، بقول لك عبد الله از فلوينت ان انجلش، عبد الله يكون طارق اللسان في الانجليزي. فوكس اون، يركز على، اقول لك سم ويردز ذات يو ماست فوكس اون، بعض الكلمات اللي انت تركز عليها. يو ماست فوكس اون ذا ماتر يو ار ديلينج ويز، الموضوع اللي انت تتعامل معاه، تمام. بعد كده ورك از، يعمل ك، بقول لك يورك از ا دكتور، هو يعمل كدكتور. يورك از ا تيتشر، يعمل كمدرس. يورك شي وركس از ا نيرس، تمام، تعمل كممرضه. برضو تعرف ان ايام الاسبوع معاها اون، اما شهور والسنين معاها ان، الساعات معاها ات، حاجات في منتهى الاهميه. بقول لك اون فرايداي، اون سانداي، اون مانداي، ان ماي، ان جون، ان 2010، في 2010، ان 2020، 2020. طيب انا برضو انا ممكن اخد اوورد فور، جائزه ليه. He got award for his achievements، حصل على مثلا منحة أو هدية أو كلمة award، أصلا يعني جائزة رسمية، أما reward غير رسمي. reward مثلا إيه؟ as a present. طيب معايا candidate for، مرشح ليه. أتمنى إن حضراتكم بإذن ربنا تتابعونا في القناة، بس عايزك تركز على look up to يحترم، ولوك داون اون يحتقر، اما لك لوك ده اب تو عبد الله يعني احترمت ريسبكت، العكس لوك داون اون يحتقر ديس ريسبكت. ثانك يو مستر شنودة.